وحول أهمية ميناء النفط الحالي، أوضح رئيس شركة تطوير العقبة حسين الصفدي أنه يتم من خلال الميناء تشغيل مضخات الغاز البترولي المسال البي جي إلى مستودعات التخزين. ونفذت الشركة عددا من المشاريع على مراحل عدة لتطوير الميناء على مدار عامين من العام 2013 وحتى 2015، الأمر الذي ساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية ورفع معدات المناولة لتصل إلى 14 مليون طن سنويا بدلا من 7 ملايين. قامت شركة تطوير العقبة عبر السنوات الماضية بتطوير هذا الميناء اللي هو المصدر الرئيسي لتزويد المملكة باحتياجاتها من المشتقات البترولية والنفط الخام. طبعا الهدف كان من التطوير، ولازلنا في مرحلة التطوير أيضا لتحقيق أعلى درجات السلامة العامة، وأيضا لزيادة القدرة المناولة والقدرة الاستيعابية والتخزينية والاستيراد لجميع المشتقات النفطية بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتعاون أيضا مع مصفات البترول الأردنية. بالإضافة إلى ذلك هناك ميناء الشيخ صباح الآن في عطاء بالتعاون مع وزارة التخطيط وبتمويل من صندوق الكويتي للتنمية لاستحداث وحدة تغيير شاطئية، وبالتالي لزيادة القدرة لتزويد الأردن باحتياجات الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية. وأيضا سنستفيد من هذا الموضوع بتزويد الغاز الطبيعي وتحويله إلى محطة قياس ضغط إلى غاز صناعي تستفيد منه المصانع ضمن منطقة العقبة الاقتصادية.